مع ظهور فيروس كورونا المستجد حول العالم والإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس، على ما يبدو أنه هذا الفيروس قد غير الكثير من العادات حول العالم بكافة الأصعدة. أكيد ليا، أمام هذا المشهد أقامت وزارة الإعلام الورشة التدريبية الأولى أونلاين حول التغطية الإعلامية لفيروس كورونا المستجد. لنعرف أكثر عن الورشة بصيرنا يكون معنا بالاستوديو دكتور عربي المصري، أستاذ في كلية الإعلام بجامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباحكم صباح جمهور الإخبارية السورية. صباح الخير، رمضان كريم دكتور. صباح رمضان كريم والله أكرم على الجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية يعني الدورة الأولى يلي بتصير بمجال الإعلام والتوضيح أكثر كيف بدنا نتعامل مع هذا الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد، خلينا نحكي شو هي أبرز النقاط اللي ركزنا عليها بالدورة. هي الحقيقة هي الورشة الأولى أونلاين، يعني هي الورشة الأولى اللي استفادت من تقنية التواصل عن بعد والتدريب عن بعد. احنا دائما وزارة الإعلام تقيم ورشات تدريبية باستمرار على مدار العام لصحفيها بمختلف المجالات والتخصصات الصحفية. هالمرة كانت الجديد أنه الوزارة بادرت، وهي من أول الورشات التدريبية على مستوى الوطن العربي للصحفيين في التغطية أونلاين، يعني في تجربة واحدة دوليا لتدريب الصحفيين على تغطية فيروس كورونا وأخباره وتقاريره وكيفية التعامل مع التغطية الإعلامية له، لأنه الإعلام له دور كبير الحقيقة بالحد من الإصابات، بالتوعية، حتى بكيفية السلوك اليومي تجاه التعامل مع حالة يفرض فيها الفيروس وجوده وبيغير كثير من أنماط وسلوك الناس. نعم دكتور، يعني مثل ما شفنا مبارح كان في أكثر من 22 مشارك ضمن النوافذ المتعددة ومن كل المحافظات السورية، وكان في كثير مثلوا الإعلام الخاص والإعلام الحكومي. وكان في كثير حقيقة تساؤلات من الإعلاميين لحضرتك وأيضا للدكتور، ولكن أغلب الأسئلة كانت موجهة لحضرتك ضمن التقنيات اللي رح يستخدمها أو التقنيات الجديدة اللي فرضت على الإعلامي، إن كان منها تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الأسلوب الأسلوب الصياغة. خلينا نحكي عن هي التفاصيل اليوم وعن بعض المعلومات لحتى اللي ما كان مبارح يمكن حضران يقدر وعم بيتابعنا من الصحفيين أو الإعلاميين. هلأ التجربة العالمية بتغطية الكوارث الصحية أفردت العديد من القواعد الأساسية للتعامل الصحفي مع الموضوع. يعني مثلا نحن لما بنحكي على أنه في إشاعات كتير هلأ عم تطلع، وخاصة احنا عايشين بزمن التواصل الاجتماعي وكل يوم في عنا إشاعات، وبالمقابل في رصد من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين بالعالم عن أهم وأخطر الشائعات اللي عم تطلع في زمن الكورونا بشكل شبه يومي، بقلك كيف الصحفي لازم يتعامل مع هذا الموضوع. وهذا شيء ما له جديد، يعني احنا عطيناهم الأمثلة لما صار في بالمكسيك أيضا جائحة اختلط فيها المسيسيبي ب المحيط، وكانت النتيجة الشائعات أدت إلى تلوث المياه، فقدان السوق المياه المعدنية بالكامل، واكتشفوا فيما بعد أنه وراء كل هذا ليس إشاعة، هو إشاعة فرضتها الشركات التجارية الخاصة بالمياه لتروج بضائعها. نفس الوقت لما بقول أنا إحنا اليوم عم نستخدم شخصيات كبيرة أصيبت بالمرض، هذا الشيء إيجابي لما أنا بقول والله في حالة من القلق، ودائما القلق هو أساس النجاح. يعني دائما بنقول للصحفي لا تخاف إذا رسالتك حملت نوع من القلق، لكن على أن لا يصل هذا القلق إلى حد الهلع. يعني القلق مطلوب بس لا يصل إلى الرهاب، القلق أساس النجاح. الطالب لما بيقلق بيحضر وبيدرس أكثر، بس إذا وصل الحد فيه ليفوت على الامتحان وإيده عم ترجف ومانه، فحتكون النتيجة كارثية. إحنا بدنا نلعب على هذا الخط الفاصل بالرسالة الإعلامية بتقنية خارج تقنيات التقليدية بالصياغة المادة وبالبناء الرسالة. إحنا اليوم صح بنعمد إلى الأنسنة، بنعمد على البنية، يعني بسموها البناء، الصياغة البنائية للرسالة. أنا بدي أحط فيها جرعة تفاؤل شوي للرسالة، لذلك أنا لازم أعرف كيف أعمل رسالتي، إذا كانت إخبارية ولا إذا كانت مادة توجيهية، مادة رأي، ولا إذا كانت مادة استقصائية. قدي ظريف اليوم مثلا أنه كان عنا قبل هلأ فقرة عم تحكي عن السوق وكانت مع معاون مدير التجارة الخارجية كمان، لأنه هذا دوركم الأساسي
وقديه ظريفه ليا لما قالت له انه اذا ما ردوا والمسؤول ما رد فالاعلام بياخذ لك حقك. لما المواطن عنا بيعرف انه رسالته الاعلاميه رح تاخذ صدى والاعلام رح ياخذ له حقه كسلطه رابعه، رح يثق فيك ورح يتابعك ورح تصير انت مصدر مهم لمعلوماته ويصير بيعتمد عليك مو بس بيستخدمك او بيتعرض لك. فلازم بناء على نوعيه الرساله الموجهه يعرف كيف الاساس بالتعامل مع الرساله، قد ايه بده يأنسن فيها، قد ايه بده يحط فيها جرعه تفاؤل، قد ايه اهم شيء بالموضوع اللي هو تدقيق اي معلومه بده يحطها بالرساله. يعني انا ما فيني اقول والله مثلا انه سمعنا انه الملح مضر، بقول لك تعي روحي اتصلي بطبيب قولي له الملح قد ايه تخفيضه للمناعه او السكر قد ايه بخفض المناعه. انا ما له مطلوب منا كصحفيين نحن نكون نعرف بكل شيء، نكون خبراء لكن ان نكون عارفين برتبه خبير. يعني انا عندي مصادر متعدده ممكن الجأ لها، ممكن احكي معها، ممكن اتصل بمصدر موثوق بوزاره الصحه، ممكن اني فوت على موقع موثوق لمنظمه الصحه العالميه او على اي موسوعه بتعطيني معلومه جيده، لانه تدقيق المعلومات في هذا الوقت مساله كثير مهمه. وانا حقيقة كثير من الصحفيين اللي كانوا عم يبعثوا على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن عدد الإصابات في سوريا وعن الحالات في سوريا، كنت دائما بعضهم أبعث لهم أنه رسالتك فيها غلط، لأنه فيها تناقض ما بين نقل التصريح وما بين محتويات التصريح. انتبه لهي المسألة، هاي لا تكون جزء من هذا السير، لأنك أنت بالنهاية كإعلامي صفحتك لم تعد ملكك، صفحتك هي ملك الجميع، بتعاملوا معك كصفحة إعلامي وليس كصفحة مواطن. نعم. عادي. نعم دكتور، وخاصة خلينا نركز على وباء فيروس. نعم. كورونا هو مستجد، دائما نذكر أنه هو مستجد، فكل يوم في دراسة جديدة وكل يوم في إثباتات جديدة على أرض الواقع. ولكن خلينا نحكي نحن كإعلاميين كيف فينا نحن نخاطب جميع شرائح المجتمع ضمن نماذج صحيحة، يمكن ضمن أمثلة، وخاصة بعد ما عانى الشعب وكلنا عانينا فترة كتير صعبة. نعم. خلال الحرب كمان هلأ عنا وباء، عنا أزمات، عنا في شيء يعني اقتصادي ما مرتاحين العالم من جانب الاقتصادي. فخلينا نحكي عن هي الفكرة أيضا دكتور. تمام. هلأ يعني يجب على كل صحفي يعلم أن طبيعة مجتمعه تختلف. يعني أنا لما بحكي عن الحجر بأوروبا ولا بأمريكا ولا بأي دولة أكيد سيختلف عن طبيعة الحجر في سوريا. صح. طبيعة الحياة الاقتصادية في سوريا اللي بتفرض المياومة بالنسبة للمواطن السوري لأنه رزقه أول بأول يوم بيوم. الوضع يختلف، وبالتالي هون مطلوب من الصحفي الذكاء الإعلامي في اختيار الموضوع. يعني أنا هلأ ممكن والله أنا بأول يوم رمضان أحكي عن كيف بعايش كورونا برمضان، كيف بتعايش مع هذا الوضع برمضان، وألجأ إلى بعض الخبراء ليمدوني بمتن المادة الأساسية ليقلي أنا برمضان كيف بتختلف عاداتي السلوكية في مواجهة الفيروس وإني عيش بزمن منتشر فيه هذا الفيروس والأخبار حوالي جاية من كل محل عن الوضع برمضان. أنا فيني أخذ اللي بيسموها المصادر الحية. أنا والله هلأ ممكن أنا أقرأ على شريطنا الوطني أنه الناجون من أو المتعافون من كورونا خلينا نكون أدق بيقولوا أنه التعايش النفسي كتير مهم وإلى آخره. أنا فيني أجيب حالة شفيت وخليها تحكي ومع محافظة على خصوصيتها إذا هي بتحب لتوصل الرسالة للناس بشكل ملموس. أنا فيني أعمل والله تقرير عن فوائد رغم قسوة الوضع اللي احنا فيه اليوم. الناس صارت تهتم بكبارها أكثر، بأهلها الكبار لأنه هن الخطورة عليهم بتزيد، صار في تواصل أسري أكثر. بنحكي عن يعني دائما الذكاء في اختيار الموضوع. انا امبارح قلت انه الذكاء اكثر اني اختار ما يناسب تقاليد كل بيئه. يعني انا لما بعمل تقرير امبارح كان عندنا مثل ما قالت سلمى عندنا صحفيين من كل المحافظات السوريه وفي الاعلام الحكومي والخاص. يعني كان عندنا من السويداء ومن حلب ومن حمص ومن اللاذقيه ومن طرطوس ومن دمشق ومن الريفة، ما بدي اعدد معظم المحافظات السوريه كانت معنا. قد ايه ذكاء انا اعمل شيء مثلا بالسويداء خاص انه والله انا عندي هلا موسم الجني العنب مثلا او عندي موسم معين او عندي طقس معين
بحلب، اني اعمل هاد ما توظيفه بانه كيف العالم كيف عم بتسيره بظل القوانين الاحترازيه اللي صادره. فدائما هون بينبع ذكاء الاعلامي باختيار الموضوع الذكي. كل ما كان موضوعه متفرد ملامس لبيئته اكثر لتقاليده اكثر ويتوافق مع العادات والتقاليد تبع مجتمعه، اضافه لا يتوافق مع الاجراءات الاحترازيه. يعني انا ما بصير اليوم اسمح لصحفي عندي انه يطلع يعمل مقابله وهو واقف جنب بين الناس وبين العجقة وبين عم يوعظ العالم هو ما اخذ. تمام، وخاصة انه احنا اليوم كورونا ألزم كثير من الوعظ للناس، والناس بطبيعتها ما بتحب الوعظ، ما بتحب تضل تقول له يجب وعليك لا، يعني انا بدي لاقي الصيغ، يعني حتى الصيغة المباشرة ما بيطلع فنان بيقول لي خليك بالبيت، بقول له ماشي، هلا شوفي كيف اعلامنا بلش يعملها احسن، صار يعمل فعل درامي، يعني الممثل عم يلعب ولا عم يعمل شغله ولا صار ياخذها بقلب حركه دراميه تمثيليه بتوصل الرساله اكثر ما انه يطلع لي على الشاشه ويعطيني خطاب او توجيه او نصيحه، وانا بعد شوي شوف انه في اختراق كثير، خاصه انه الناس اليوم ما انا مضطره تسال انه هذا مبرر له ولا لا، لما بيطلع صحفي لحاله في وقت الحظر وبيقول هلا ما في حدا، تمام؟ بقول لك انا ليش لحط الكمامه؟ صح؟ لانه ما في حوالي حدا. بدي اقول له انا تعال اقول لك، انا بدي اقعد اشرح للجمهور انه انت لحالك وما في عليك خطر وما في عليك مشكله اذا شلت الكمامه، بدي قد ايه بدي لحتى اوصل هالرساله وكيف بدي اوصلها؟ بقول له لانه الناس اول ما حتشوفك تقول عم تحكوا لي على الكمامات وعم تحكوا لي على الاجراءات، عم تحكوا لي على الكفوف اللي لازم البسها، عم يحكوا لي على التباعد، طب ليك وها هي انتم حضراتكم هون لا عم تعملوا هيك ولا بس انا اللي لازم اعمل هيك. الصحفي هو كشكل وكمضمون قدوه كما ذكرت، خاصه بالوقت الراهن، فيجب ان تكون رسالته مبنيه على هذه الاسس الذكيه اللي مستقى، وانت بتعرفي الصحفي وشطارته من اختياره للموضوع ومن معالجته. اكيد. يمكن كمان دكتور نحن بشكل عام بطبيعتنا الناس بتقلد بعض، فلما بنشوف شيء على التلفزيون ان كان من خلال الدراما، من خلال فنان، من خلال صحفي، رح نحاول نعمل أكيد. مثله، غير لما بنكون عم نواجهه بشكل مباشر. حتى اوقات في منهم بيبعدوا شوي عن الأطباء، فقرة الطبيب ما بيحب يحضرها، علما أنه هي ممكن يكون فيها المعلومة الدقيقة والصحيحة، ولكن بيسمعها من حدا تاني، من جاره شو سمع شو حكى شو خبره بيسمعها أكثر. فلهم بيكون في صعوبة كتير خلال هذا الوقت، وخصوصا بزمن الأوبئة أو بزمن الحروب. الرسالة الإعلامية مضامينها كتير فيها مسؤولية، فيها كتير دقة. حكيت مبارح عن وسائل التواصل الاجتماعي، عن الإشاعات بالعالم كله، مو بس بسوريا أو بالوطن العربي، لأنه أكيد. وباء كورونا زامن معه وباء الإشاعات الكاذبة. قد ايه اليوم قادر الإعلامي، وشو هي الوسائل اللي بيقدر يتبعها لحتى يتأكد من مصدر المعلومة وما يكون ناقل لخبر غير صحيح؟ هلا مبدأ التشيك ديسك، دقق معلوماتك، هو مبدأ يعني صرنا نسميه اليوم موضة عالمية، قبل الوباء وقبل ما يصير في حاجة أكبر لتدقيق المعلومات. تدقيق المعلومة مسألة كتير مهمة، واليوم في تجارب عم بتصير. يعني تصوري مثلا أنه بيصير في تجربة أنه أنا واحد مثل مؤسس الفيسبوك فيني واقعه بمقلب أنه ما يدقق معلوماته، صارت وبينعمل المقلب فيه وبيوقع فيه، بيقول طيب شوفوا كيف إذا الكبار ما عم بيدققوا معلوماتهم يبقى الصحفيين المساكين شو بيعملوا. لذلك بتلاقي اليوم كثير من المواقع الإلكترونية بالعالم، كثير من محركات البحث الضخمة في العالم كل يوم بتقدم حزمة من البرامج هدية تحديدا للصحفيين لتدقيق معلوماتهم، لأنه نحن اليوم بحاجة. أنا بدي دقق معلومة لأنه أحيانا كثير أنا ممكن أخذ معلومة من جهة طبية وهالجهة الطبية هي تخطئ نفسها، يعني أو أخذها من جهة سياسية مسؤولة. يعني أنتم شفتوا شو صار على تصريح ترامب بالنسبة للمطهر والتعامل أو تناوله، شو صار بالعالم لدرجة أجبرت الشركة الأساسية المصنعة اللي عم يحكي عليها تقول أنا ما دخلني بهذا الحكي، هذا الحكي كله غلط، وإذا صار وراح واحد لا تقولوا أنا اللي قتلته، هو اللي قتله مو أنا، أنا ما دخلني، أنا بقول هاي العادة بتناول المطهر هي خطأ 100% لأنه مضارة كبيرة كتير. فأنا عم بأخذها من مصادر موثوقة، وهالمصادر هاي عم تطلع فيها إشكالية. بقول لك الحل أنه أرجع على الطريقة العربية القديمة،
العرب قديما لما كان عندهم من يتناقل الأخبار هن الشعراء اللي يقعد يعزف على الرباب ويقول يا عم الشيخ يا عم الشيخ، كانوا يدققوا المعلومة من أكثر من 4-5 مصادر. إذا اتفق الرواة فالمعلومة صحيحة، وإذا اختلف واحد فيما بينهم فالمعلومة قابلة للتشكيك، وإذا اختلفوا اثنين فالمعلومة خاطئة 100%. لذلك على الصحفي أنه يدقق أكثر بمعلوماته، خاصة أنه أنا المطلوب اليوم أني مرق المعلومة مع النصيحة بس بشكل غير واعظ. يعني أنا بدي أقول يا جماعة، لما فرضت الحكومة الإجراءات الاحترازية لم يكن بسبب انتشار الفيروس، لأنه الناس قالت طيب إذا ما عندنا كورونا ليش صار في حظر وصار وصار وصار. وأنا بدي أرجع أوصل كأعلام رسالة، أقول لما الحكومة خففت الإجراءات الاحترازية كمان ما خففته لأنه الخطر زال، لكن تماشيا مع الاحتياج الاقتصادي اليومي المعيشي للمواطن وضرورة استمرار الحياة حتى ما الفئات الهشة تكون أكثر تأذيا. لذلك أنا بدي أحمل المعلومة مع النصيحة، إذا كان بمعلومتي في مصيبة في شيء غلط في نقد فرض واحد يلي شايف الكلمة اللي عم تقولها ما أنا صحيحة، فيبقى النصيحة كلها غلط وما رح يقبلها ورح يرفضها. أكيد. دكتور رح نكمل حديثنا مع حضرتك، ولكن صارت الساعة 11 وصار التوقيت لحتى ننتقل للاستوديو الإخبارية ونتابع آخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية محليا وعربيا وعالميا مع زميلي علي معلا. يسعد صباحك علي. صباح الخير لك سلمى. مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. أعلنت وزارة الصحة شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 11 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم بلغ 42 إصابة، شفيت منها 11 حالة وتوفيت 3 حالات. يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سوريا في 22 من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد. يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار عالميا، مصيبا أكثر من 2,800,000 شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 200,000 في حين تعافى عشرات الآلاف. ورغم أن عدة دول بدأت تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق أو رفعها، سجلت الساعات الماضية وفاة أكثر من 800 شخص في بريطانيا، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 21,000 وفاة، وذلك رغم اعتبار الحكومة البريطانية أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء. وفي الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من 1,300 وفاة جديدة خلال الساعات الأخيرة في حصيلة يومية قيل إنها الأدنى منذ نحو 3 أسابيع بحسب جامعة جونز هوبكنز. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده أثبتت نجاحها في مواجهة فيروس كورونا، وستتمكن في المستقبل القريب من تصدير المعدات الطبية والصحية للخارج لأنها ستشهد فائضا فيها. وخلال اجتماع مع شخصيات من القطاع الخاص قال روحاني: العالم ما زال يواجه خطر فيروس كورونا ما دام غير معروف للجميع، ونحن اليوم بحاجة إلى التطور في قسم الإنتاج وإيجاد تغيير فيه، كما يجب تحسين العلاقة بين القطاعين الخاص والحكومي. روحاني شدد على ضرورة التخطيط للمدى البعيد وتنويع السلع في البلاد. تعهد المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون بايدن بالاعتراف رسميا بالإبادة العرقية التي تعرض لها الأرمن عام 1915، في خطوة تجنب الرؤساء السابقون تجسيدها. ونقل موقع ذا هيل عن بايدن قوله: إنه إذا لم نعترف بشكل كامل بالإبادة ولم نحيي ذكراها ونحدث أبناءنا عنها، فهذا يعني أننا لم نستفد من الدروس،
وتعهد بايدن إذا ما تم انتخابه بدعم قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وجعل حقوق الإنسان العالمية على رأس أولويات إدارته. نهاية الموجز، عودة الآن إليك سلمى. شكرا لك علي، وأكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير. وكنا عم نحكي معك دكتور عربي عن الورشة التدريبية الإعلامية الأولى أونلاين، وكان في فكرة عم تحكي عنها اللي هي عن طريقة اختيار الصحفي للموضوع بذكاء، وخصوصا ضمن الجائحة اللي عم نعيشها حاليا. هلأ دائما صحفي الأخبار مقيد شوي، لأنه هو عنده حزمة معلومات وصلانته من مصادر بتناسب جمهوره، بتناسب سياسة مؤسسته. بس احنا عم نحكي كمان انه بقلب هالنشرة انا ممكن مر شوية فيتشرات دم خفيف، بتتعاطى مع الموضوع بطريقة مختلفة عن الأخبار الرسمية. لما بطلع خارج دائرة الأخبار بتكون مجال الحركة عندي أوسع، بيكون مجال الحركة عندي أكبر لألمس الناس أكثر، لحتى احكي عن واقعنا الحقيقي بظل هال، يعني انا ما فيني اجي اقول والله لا تتقاربوا من بعض، لازم المسافه تكون نظاميه متر ونص، وانا بجي على مركز لتوزيع ماده تموينيه حياتيه يوميه اساسيه بلاقي الناس مكدسه فوق بعضها. انا فيني اعمل اقول الناس غصبا عنا عم تعمل هيك، هذا غلط، هذا بينقل، فبمرر رسائلي من خلال شيء يلامس الناس وواقعهم، لا بزور واقع ولا بقول لهم بلا صفوا قدام الكاميرا على الدور على واحد، على خليني صورهم على طبيعتهم ومرق الرسالة انه هذا هو الغلط الاساسي اللي كل الاجراءات لحتى تمنعه. صح الواقع بيفرض انه الناس تقاتل لتحصل على لقمة حياتها اليومية، لكن بالمقابل حياة الصحة اهم، وخاصة انا عندي شغلة او عندي سلاح كتير مهم برسائلي الاعلامية اليوم. أنا عم بحكي بمسألة متعلقة بحياة الناس، بوجود الناس، يعني بغريزة الحياة، وبالتالي أنا ممكن يكون استجابة الناس لي أكبر من ما أحكي بأي موضوع تاني. أنا لما بحكي معك باتجاه سياسي ولا بحكي معك باتجاه علمي أو بحكي معك بموضوع اقتصادي ممكن نتناقش، بس عم بحكي هون بموضوع له علاقة بحياتك، ببقائك، بمصيرك، وبالتالي الاستجابة رح تكون أكثر. والصحفي لازم يستفيد أنه هو عم يلمس الناس بموضوع هو أساسي وحياته. يعني إحنا بنقول مثل إذا عم تلمس الناس بحياة طفلك، في أخطر من هيك؟ بده يستجب لك إجباري، لأنه هي مسألة أساسية في الوجود. فلما عم تحكي معه بأساس وجوده ووجود عائلته وضمان سلامته وبالتالي سلامة كل محيطه، فهي مسألة بتساعدني كثير لأنه الناس تكون استجابتها إلي جيدة. وهلأ إحنا بعد لسه ما طلعت عنا دراسات أو صارت نتائج لنقول قد إيه إعلامنا أثر، بس حقيقة لما بقول إعلامنا لما تعاطى من سنوات مع موضوع الكسوف بسوريا انه اللي بيطلع رح يصاب بالعمى، وهي مش ارقام مشافي، وفضل مشافي ووقف وعطل الدراسة، بقول كانت استجابة الناس في اليوم التالي كانت جيدة جدا، البلد فضيت. مع انه صح كان في شوية مبالغة، بتطلع ما بيصير شيء اذا ما بتطلع بالسماء، لان ما بتطلع بالشمس، لانه الحماية الربانية ما أنا موجودة بهالوقت، لانه انت باي لحظة بتطلع بالشمس اكثر من فترة محددة تصاب ايضا بنفس الضرر. بس بالحاله العاديه النظر بينكسر لانه في حمايه ربانيه، الشمس اقسى من اني اتحمل التطليعه لها بالوقت الحالي. بالكسوف ما في هذا الشيء، فجابت نتيجه، والاطفال الصغار اللي انا منعته من الروح على المدرسه كمان جابت نتيجه، لانه هذا الطفل ما بيعرف انه ما لازم يطلع لفوق. فاحنا ممكن في استجابه الحقيقه، قد ايه لسه مثل ما قلت لسه ما عندنا دراسات تقول قد ايه، بس احنا امام فرصه ذهبيه حقيقه لنكسب مصداقية جيدة للإعلام السوري بالمكان اللي بيستحقه، بالمكان اللي بيستحق جهودكم وتعبكم والظروف الصعبة اللي عم تشتغلوا فيها. احنا بنعرف قد ايه صحفيين الحقيقة صح بنجلدهم شوي بانه بدنا منهم الأفضل، وبدنا منهم ما يخطئوا، بدنا منهم ما يعكوا، بدنا منهم ما يقروا اسم المسؤول اللي مستضيفينه من الورقة، يعني لازم يكونوا حافظينه على الاقل، وبدنا وبدنا وبدنا، بس كمان بالمقابل لازم نعرف قد ايه عم يشتغلوا بظروف صعبه، وقد ايه عم بيعرضوا حياتهم للخطر، وقد ايه بنزلتهم هن على الشارع كمان عم بيعرضوا انفسهم واسرهم
ومحيطهم للخطر ليؤدوا واجبهم. فإحنا أمام فرصة لأنه هذا الجهد كله يعطينا المصداقية اللي منستحق أو بيستحقها إعلامنا بنفوس الناس. نعم. دكتور بالختام بس خلينا نحكي عن فكرة السوشيال ميديا. يمكن كل حدا صار معه موبايل ذكي، صورة الموبايل عنده إياها منيحة، بيصور حاله وبينشره على الفيسبوك، ممكن تعمل نوع من البلبلة، ممكن تعمل نوع من التوعية بعض الأحيان، وممكن تعمل أنواع عديدة من المبالغة بالكومنتس على الفيسبوك والتأثير بالرأي على الفيسبوك والسوشيال ميديا بشكل عام. هون يمكن نصير نحن بنجلد الإعلام بمطرح أنه ما شفتوا هاي ونحن بالشارع شفناها لهي. فهون خلينا نحكي يمكن كيف هذا السوشيال ميديا عم يأثر على حياتنا، عم يأثر على نفسيتنا. يعني بنمسك الموبايل تتعب نفسيتنا بعض الأحيان من كتر الجلد كل الوقت. نعم. هلا هون في نقطتين اساسيات. الاولى انه هذا واقع، يعني اليوم السوشيال ميديا فرض صحافه المواطن، وهذا حتى انعكس على شغلكم انتم في الاعلام التقليدي بالتلفزيون بالراديو بالصحف. صار في عندي شيء اسمه الصحافه المدنيه، اللي هو انا ماني مضطر ابعث مراسل على قلب منطقه صراع ولا منطقه خطره واخسره، بيبعث لي متطوع بحب يشتغل صحفي المادة، أنا بيتخضع على إجراءات التقييم إذا جيدة بنشرة. وهلأ بتلاقي كل المحطات عم تحط لك لينكات لأنه حمل أيضا. وبرامج وتطبيقات لتعطي وتكون صحفي أنت مشارك في قنوات عالمية. من 2009 احتفلت بوصول عدد مراسليها لمليون، اللي هن بيعتمدوا على هدول الناس. إذن هذا واقع يجب التعايش معه ويجب الإفادة منه. لكن بالمقابل اليوم أنا عندي بالإعلام هاد مثلا بيقولوا أنه إعلامنا غير مشاهد، ارتكبوا خطأ صغير شوفوا كيف بينقلب لحالي فضيعة. هذا ولد شيء اليوم اسمه الميكاكرز، هذا مصطلح أطلق على الصحفيين الاستقصائيين اللي كانوا ينقبوا عن الفساد ببداية 1900، يعني بداية القرن الماضي، وأطلقوا الرئيس الأمريكي قال لك سماهم ميكاكرز، يعني بينقبوا على الفساد. اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي في هدول الميكاكرز المنقبون عن الأخطاء، بيلقط خطأك بياخده بيبروزه وبيزده للناس. الناس بطبيعة التعامل التواصل الاجتماعي بتبلش تتعامل عاطفية بيصير أوف هذا البرنامج العادي اللي ما حدا بيشوفه صار برنامج فقرته موجودة بكل محل وبكل مكان عم يتعاملوا معه. لذلك هذا الواقع لازم نتعامل معه بذكاء أكثر. هلأ أنا بقول نقلل أخطائنا لازم، بس مو معناته أنه ما نرتكب أخطاء، لأنه كل مين بيشتغل بيخطئ معرض لأنه يرتكب خطأ الحياة، بس اللي ما بيشتغل ما عنده أي خطأ. لكن بالمقابل كمان لازم أعرف كيف اتعامل مع التواصل الاجتماعي كحالة إيجابية. يعني أنا لما بيجي بقول صار في خطأ وصار في هيك، هلأ في برامج كتير بتحكي عن أشهر يوتيوبر ولا أشهر تويتر ولا أشهر تاج على وبتحكي وبتحطها، أنا فيني أعمل وأقول والله هذا اللي صار. فأنا بدي اتعامل مع الإعلام التواصل الاجتماعي كواقع لكن لتوظيفه، بس بدون ما أخسر خصوصيته ولا أقول هذا ما بيصير ولازم أرجع سكر كل هالموبايلات ولازم أرجع أمنع وما بيصير يكون فيس. لا، هذا شيء إذا بدي وقف ضده فالموجة رح تغرقني. أكيد أكيد. يعني دكتور مبارح قدر طبعا كل الرسائل اللي حضرتك وجهتها أنه هي توصل للمشاركين 22 مشارك، واليوم قدرنا من خلال شاشة الإعلام اللي هي بتدخل لكل بيت مثل ما قالت الوزارة إطلاق عدد، يعني ممكن. هي مرحلة أولى لتدريبات قادمة إن شاء الله، وأنا قلت لهم إن شاء الله بتنزاح هالغمة ونرجع لتفاعلنا وحياتنا الطبيعية. شكرا لك دكتور، يعطيكم العافية ومشكورين.